اسمعيني كويس، انت هتاخدي التفاحة الحمراء الجميلة المسمومة دي وتعلقيها على فرع من فروعك عشان لما تعدي بنت جميلة اسمها سنو وايت تقطم منها تموت في الحال. سمعاني يا شجورة؟ خدي التفاحة. ايوه بس دي انا اعلقها ازاي؟ امسكيها في ايدك، امسكيها. انا هستخبى وراكي عشان الاميره سنو وايت ما تشوفني. بيبي شاك دودودودو بيبي شاك دودودودو بيبي شاك دودودودو بيبي شاك مامي شاك دودودودو مامي شاك دودودودو مامي شاك دودودودو مامي شاك Daddy shark do 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 daddy shark do 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 daddy shark do 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 daddy shark سيبوني بقى العب في الحديقه شويه واجي لكم على البيت. باي باي باي. انت مين؟ انا الساحره. هو في ساحره بشنب؟ ما انا الساحره الشنيبه. طب وانت عايزه مني ايه؟ انا جايه اقوم اقدمها لك عرض النهارده. عرض ايه؟ عرض معجون السنان السحري. معجون ممكن تغسلي بيه سنانك، تغسلي بيه الحيطه، تغسلي بيه الارض. ومش بس كده، المعجون ده سحري، عارفه ليه؟ ليه؟ عشان معجون بميه العفاريت. لا لا انا مش عايزه المعجون. يبقى العرض ده مرفوض. العرض التاني عرض الفيليه. فيليه؟ فيليه سمك؟ لا فيليه الشراب. الشراب ده ممكن تلبسيه في رجلك، ممكن تلبسيه في دماغك لو بتعملي اي حاجه غلط وشمال. لا لا مش عايزه الفيليه. يبقى العرض التالت وده مستحيل ترفضيه، عرض المقوار والبطاطساية. المقوار ده يقشر البطاطس ويعور اي نوع من البطاطس ويحشي اي نوع من البطاطس بكوسه ولحمه وبطاطس. الله انا هاخد المقوار. المقوار ده يا ست هانم في كل حته بخمسين جنيه، واحنا عشان عندنا ذمه وضمير بنبيعه بخمسه وخمسين جنيه بس. ماشي انا هاخد المقوار. المقوار جايزه الشطار. وكمان عشان خدت المقوار تقدري تقطفي التفاحة الحمراء الجميلة دي. تفاحة؟ أيوة تفاحة؟ ياه الله إيه ده؟ إيه ده؟ أنا دايخة. وبكده راحت الأميرة في النوم ومنه مش هتقوم حتى لو دبحوا لها كل بط الفيوم. راحت في النوم ومش هتقوم الا لو جه حد وغنى لها اغنيه، بس المهم صوته يكون مليان حنيه. وفي يوم ومن مكان بعيد جه امير على حصان سرجه حديد، امير شديد اسمه الأمير عيد. أمير في بلاد غريبة. تعالوا تعالوا يا حلوين خليكم مغمضين، اوعوا تفتحوا خالص خالص، اوعوا تفتحوا يا حلوين، اوعوا تفتحوا خالص خالص، اوعوا تفتحوا يا حلوين. فتحوا. هي دي غرفة الطفل الطموح؟ ايوه هي دي غرفة الطفل الطموح. هتلاقوا بقى فيها العاب وبلاي ستيشن واكس بوكس ويو اس بي وفوكس مولدر وكل حاجة حلوة. وده بقى مقام سيدي البوكيمون؟ لا ده غالبا الطفل الطموح بيتدفن هنا. لا يا حبايبي ده النصب التذكاري بتاع الراجل اللي بنى الدار دي. انتوا قتلتوه دفنتوه هنا؟ لا الراجل لقى الفلوس اللي بنى بيها الدار هنا. لقى هنا مليون دولار؟ انت عرفت منين ان هم مليون دولار؟ لا اي حد يعني بيلاقي مبلغ عادة بيلاقي مليون دولار، هيلاقي كام يعني؟ لازم تيجي عندنا وكده. المهم بقى الراجل بعد ما لقى الفلوس هنا بنى بنصها الدار دي، اما بقى النص التاني ايه؟
بنى بيه دار تانية في جبين، هيفتتحوها بكرة. دار في جبين؟ على فكرة دار أيتام في جبين ده يشتغل كويس جدا. تعبيط يا ابني؟ تشتغل كويس إيه؟ إحنا فاتحين مطعم؟ وإنت إيه اللي إنت بتقوليه ده؟ أنت بتتكلم عادي كده إزاي؟ أيوة بتكلم عادي، وعلى فكرة أغنيتي رخمة. أغنيتي رخمة؟ أنا يا ابني؟ الله يسامحك. امشي يا عم، اطلعي بره يا ولادي. اضربني بالطوبة، اضربني بالطوبة، اطلعي بره يا فخر. اسكت بدل ما بلقها لك بالطول كده. اسكت، انزلوا دوروا معاها على الفلوس. ما انزلوا هنلاقيها، انزلوا هنلاقيها. يلا يلا يا حلوين، الفلوس متجكنين. يلا يلا. سيد 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 سيد. ايه عايزه ايه ارتاج؟ ما تصحى بقى. هي الساعه كام؟ الساعه 12 ونص. يعني لسه ما جاتش 3 العصر، ايه اللي هيصحيني بدري؟ اصحى بقى يا سيد. سيد مش عايز تقولي حاجه؟ عايز اقول لك اخرجي اقفلي الباب عشان اعرف اكمل نوم. لا غير كده، مش عايز تقولي حاجه النهارده؟ قبل ما تقفلي الباب اقفلي الستاير عشان الشمس ما تخشليش. يلا اطلعي بره بقى. ستاير ايه يا سيد النهارده؟ ايه سيد سيد سيد؟ اطلعي بره. انت مستفز. اتخمد اتخمد. سيد سيد. هو النهارده يوم ايه؟ فكرني كده. معرفش، تلاقيه 3 ولا 4. هو بعيد انه هيكون يوم مهبب على دماغك. النهارده كان في الشهر يا سيد؟ انا مش عرفني يا ريتاش، ما تبص في موبايلك، هي اسئله وخلاص. النهارده 15/8، مش بيفكرك بأي حاجة؟ تلاقيه معاد أي زفت قسط على دماغنا، غسالة ولا تلاجة. سيبيني أطفح بقى. أطفح أطفح يا سيد. ها معلكيش؟ مفتكرش. أنت هتعمل عبيط يالا ومش فاكر ولا إيه؟ يا جماعة في إيه؟ هو أنا فاقد الذاكرة وأنتم مخبين عليا؟ أنتم بتعملوا إيه من ورايا؟ هو اللي كنت صاحية مبسوطة وسعيدة النهاردة؟ مبسوطة وسعيدة في الظروف اللي إحنا فيها دي؟ أنت ما عندكيش دم؟ النهاردة عيد جوازكم يا حمار. يعني اللفه دي كلها عشان تقولي لي النهارده عيد جوازنا؟ عيد جواز ايه وزفت ايه في الظروف اللي احنا فيها دي؟ الانيفرسري بتاعنا بالنسبه لك بقى زفت؟ ميرسي قوي، شكرا. انا مالي انا طيب؟ بني ادم غبي غبي. بوظت الدنيا قوي؟ بوظتها؟ ده انت طينتها على الاخر. يا ابني الست عندها اهون ان انت تنسى اسمها من انك تنسى الكونفيرس بتاعها. تنسى ايه؟ الكونفيرس ده اللي هو عيد الجواز بالانجليزي يعني. طب اعمل ايه دلوقتي؟ مالكش دعوه، سيب لي نفسك وانا هجيبها لك ركعه تحت رجليك. لا فخر، مش الدرجات دي، مش عايزين نخطفها، احنا عايزين نصالحها بس. يا عم مش هنخطفها، هنصالحها. ما ارتضتش يبقى بخاطرها بقى. سيبك بس من الطفح اللي انت بتطفحه ده وتعالى معايا وانا هميزك. بطلي بقى اسئله واوعي تفتحي عينيكي. طيب قولي قولي. طيب ايه؟ تعالي تعالي بس يا فخر بالراحه. طب لحظه اقع. فتحي عينيكي. ايه ده مبروك، انت اشتغلتي جرسون في الجندول؟ جندول ايه يا متخلفه انت؟ بصي هناك. ايه ده؟ الله، كل سنه وانت طيبه يا روحي. وانت طيب؟ ايه البنطلون ده يا سيد؟ ما انا الصبح ما لقيتش بنطلون البدله فقلت البس ده اليا يعني. ماشي مش مشكله، اتفضلي روحي. ماشي. كل سنة وانت طيبة يا روحي. ايه الرومانسية دي كلها يا سيد؟ انت شفتي حاجة؟ ده أنا هغرقك رومانسية بجد؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم، اتمنى تكونوا مبسوطين معانا. مش بيولعوا؟ هو كده، هو نظامه كده. مفيش. انتوا نورتونا في المكان النهارده. ده مشروب مخصوص كومبريمو من المكان، المكان هنا بيتميز بيه، اسمه عرقسوس مخصوص. عرقسوس مخصوص؟ عرقسوس مخصوص. حضرتك حابب تعمل تيست ولا صب على طول؟ لا صب على طول. اوكي على الله التسهيل. ما تقليش قوي في العرق السوس عشان انت اللي هتسوقي واحنا راجعين. ماشي.
حضرتك مستر سيد كان اختار قائمة الطعام اللي هتنزل لكم النهاردة، حابين أفكركم بيها؟ يا ريت. أوكي، إحنا عندنا فول وبتنجان، حضرتك حابب تخش بإيه الأول؟ أنا هبتدي ببتنجان رولي. حابب تاكله بكيس ولا من غير كيس؟ لا بالكيس يا مبي. أوكي يا فندم. أبو النصر اتفضل يا فندم. في مخلل لو حضرتك عايز. لا متشكر جدا. أوكي اتفضل يا أبو النصر. حضرتك ما عندناش بقى كده الا الفول لانه هو خد البتنجان. ماشي انا هاخد واحد فول بس من غير كيس. تحت امرك يا فندم. الفول هنا بقى الاسمر عندنا هنا بنتميز بيه جامد هنا في المكان. اتفضل يلا ابو النصر. والعيش بقى بتاعنا هنا تحفه يا فندم تحفه. اتفضلي يا فندم حضرتك. الف هنا وشفا. اتفضل. وده جرجير كومبليمو برضو من المكان، لو حابين تزودوا حاجات يعني اتفضلوا يلا كله. ألف هنا وشفا يا فندم، أنا موجود جنبيكم طول اليوم النهاردة تحت أمركم، أنا اسمي فخر، لو عاوزتم أي حاجة اتفضلوا أمروني. شكرا جدا. ميرسي. شكرا جدا، ربنا يخليك. وبالنسبة للفرقة كنتوا مبسوطين يعني ولا؟ لا أنا مش قلت لك عايز فرقة عمر خيرت؟ إيه دول؟ ده عمران خيرت ابن عمه في البلد. ماشيهم. طيب اوكي يا فندم انا غلطان انا اسف. اتفضلوا معايا هم عليهم مراقبه اصلا. يلا اتفضل. الله انا مبسوطه قوي يا سيد. انت لسه شفتي حاجه؟ لسه بقى المفاجاه الكبيره. ايه عملت لي اشتراك المترو؟ لا مترو ايه، حجزت لك في احلى مطعم في البلد. رسيني. رسيني روسيني. صح هو ده. ايوه سيد بس ده غالي قوي. ما احنا بقى يا حبيبتي هنروح الخروجه دي ومش هناكل لحد اخر الشهر. احنا اسفين جدا وكاعتذار من المكان. انا هغني لكم عشان بس ما تتضايقوش من اللي حصل بسبب الفرقه. لا اتفضل. شامبراين لاك ا دايموند. شامبراين لاك ا دايموند. لا رب ده ايه بس ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا فخر. انا اسف. فورميدابل فورميدابل. بس انت هتبوظ كل اللي انت عملته. خلاص دلوقتي بقيت يا فخر يا وحش يا فخر عشان اتصالحته. صحيح، ما هي العروسه للعريس والجري للمتعيس. عروسه وعريس؟ انت محسسني النهارده دخلتي يا فخر. لو انت سادي دي خرجتك. ييه عايز ايه؟ المعلم عايزكم. شايف يا بومه؟ عايز احتفل بعيد جوازي. يلا نحتفل بيه مع السحاوي بقى. يلا اجي معاهم. يلا يا عم الحلو تعالى. ماشي يا باشا. اهلا يا معلم، انا كنت فاكرك هتجيبنا في البيت عندك عشان نحتفل بمناسبه من مناسباتك. لا معلش، اصل الحاجه طلعت عمره وحلفتني ما دخل حد البيت وهي مش موجوده عشان ما يتوسخش. اخصى عليك يا معلم. طب مش كنت تجيلنا انت؟ ده انا كنت عامل حته سفره الكل بيحكي ويتحكى بيها. طب يا جماعه ما تاجلوا الكلام في الموضوع ده، اصل يا معلم النهارده احنا عندنا مناسبه مهمه جدا صارفين عليها فلوس قد كده. لا ما احنا عندنا هنا مناسبة برضه، عندنا عزا. عزا؟ عزا ليه يا معلم؟ عندك حق يا معلم، عندك حق، بس أنا كل اللي طالبه منك بس طلب واحد يا معلم. أنا عارف إن احنا زودناها وزودناها بالجامد، بس اديني أسبوع، أسبوع وهنجيب لك الستة مليون دولار على دير المليم. هتسألني إزاي؟ هقول لك معرفش. أهو النبي يا معلم، أسبوع واحد بس حتى نحتفل بالانيفرسري بتاعنا. لا وانا ما قلتلكوش، ما انتوا مش هتروحوا اي حته تانيه، انتوا هتطلعوا فوق. فوق فين؟ اوعى تكون هتربطنا فوق السطح يا معلم في الحر ده. لا يا سيد، واعتقد يقصد فوق ابعد من كده، فوق عند ربنا. برافو يا معلم فخر. ليه يا معلم؟ ليه احنا ما عملنالكش حاجه؟ عايز تقتلنا بعد العشره دي كلها؟ هو احنا قلنا لك مش هنديك فلوسك؟ لو انا ما قلتلكوش، انا ادركت في الرحله دي ان الفلوس مش كل حاجه، فاستعوضت ربنا في فلوسي. قد الدنيا يا معلم، قد الدنيا والله، طول عمرك كبير يا معلم. وبدل الفلوس انا هاخد ارواحكم، وربنا عوض عليا في الفلوس ويجعلهم في ميزان حسناتي. مالك فارش دروعك علينا كده ليه؟ بقول لك اسبوع والفلوس هتكون عندك. ايه في ايه؟ فارش دروعك عشان فارش دروعك دي انا مش هقتلكم.
أنا هعذبكم الأول. يعني هو كل اللي فات ده ما كانش تعذيب؟ والعلامات اللي في جسمي دي ما كانتش تعذيب؟ الحق رجالة بيقول اللي فات ده كان تعذيب. لا حبيبي يا حبيبي، اللي فات ده كله كان لعب عيال، وحنبتدي دلوقتي التعذيب. السلام عليكم يا ابني. عليكم السلام. هو ده السجل المدني يا ابني؟ لا مش هنا يا حاج، ناحية تانية. انا واحد ابن حلال اداني العنوان ده وقال لي ده السجل المدني. اتكل على الله دلوقتي يا حاج، دي ساعة شيطان. انا عايز اطلع توكيل ومعايا اوراق اهي. انا مش شايف حد خالص. انا جبت الخلق اهو. انت كويس يا زين؟ تعالوا معايا. انت مين؟ ملكوش دعوه، تعالوا بس معايا. تعال عم شكشك هيأمننا. تعال. احنا متشكرين قوي يا حاج، بس هو حضرتك مين؟ انا سيف يا سيد. بالظبط يا سيد. ده سيف اخويا التوأم. الحمد لله على السلامة حبيب اخوك.